مرحبا حققت لي كل حاجه كابتن ماهر. كل سنه وانت طيب يا محمد. كل سنه وانت طيب يا كابتن ماهر. تمام الحمد لله بخير. كابتن علاء بيرحب بيك طبعا وقال بالمس على كابتن علاء من السيل. كل سنه وانت طيب علاء. ازيك يا ماهر؟ كل سنه وانت طيب يا كابتن ماهر. كده يا رب في احسن حال 2020 ان شاء الله. ان شاء الله. احنا كنا قاعدين بنتكلم على يعني المدافعين حته السردباكات في مصر، فكنت بتكلم بقول يعني الاجيال القديمه دي كان فعلا مستوى السردباكات على مستوى عالي جدا جدا بصراحه، يعني اخرهم الجيل اللي فات اللي هو كان وائل جمعه بيلعب فيه في الجيل اللي فات. تمام. فانا مقتنع تماما، لان انا لعبت معاك كنت بشوف ادائك كابتن ماهر. وبعدين في احصائيات لازم الناس تعرفها، على اعتقد ان انت المدافع السردباك الوحيد اللي ما خدتش ولا انذار ولا كارت احمر، صح؟ بالظبط. ازاي يا كابتن؟ الناس ما تعرفش الكلام ده. والله سردباك. لا واقول لك على حاجه، وفي افريقيا في وسط التحكيم بقى الافريقي والاحداث اللي بتحصل بره. محمد، اولا طبعا بعيد عليكم، وبعدين انت معاك انت 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 معاك هداف المونديال يعني علاء نبيل هو اللي وصلنا في مونديال 84 لوس انجلوس. الله يخليك يا كابتن ماهر. الله يخليك. طبعا الهدف الشهير اللي في مصر هنا في مباراه الجزائر على علاء نبيل. الله يخليك يا كابتن ماهر. وبعدين كمان محمد، علاء من صاحب فكره الدفع بالناشئين في قطاع الناشئين، اول واحد لما كان ماسك قطاع الناشئين، اول واحد كمان دفع بالناشئين. المجموعه اللي انت شايفها اللي هي محققه انجازات النهارده مع المقاولين، يمكن علاء كان صاحب فكره الدفع بالناشئين بشكل جيد، ان هو كان رئيس قطاع الناشئين خلال فترة لمدة سنتين. مظبوط. فعلاء من الشخصيات المحترمة جدا، وحبيبي واخويا وعشت. الله يخليك يا كابتن. عايزين نستنسخ واحد زي مار همام يا كابتن ماهر. عايزين نستنسخ. عايزين نستنسخ واحد زيك يا كابتن ماهر. انا والله عايز اعمل عايزين ثلاثة يا محمد. انا عايز ارجع العب ثاني اعمل عايزين ثلاثة. عايز اعمل عايزين ثلاثة. الفرصة اللي موجودة فيها دي. بس على مدار مشوارك دايما مع النادي الاهلي او حتى مع المنتخب مفيش ولا انذار الحمد لله. لا الحمد لله محمد، يعني الكلام اللي قاله علاء ده حقيقه. يعني انا عايز اقول لك ان انا اللاعب الوحيد اللي في تاريخ الكره المصريه ما خدتش انذار ولا كارت احمر بالنسبه للدوري المحلي او المباريات الافريقيه او المباريات الدوليه. المباريات الدوليه. يعني انا لعبت يمكن اكثر من 10 سنين دولي على مراحل سنيه ومع المنتخب الاول، ولعبت اكثر واحد لعبت في افريقيا مع النادي الاهلي. الحمد لله بعدين يمكن بسبب ان انا ما خدتش انذار او كارت احمر كنت بتكرم سنه 80 بجائزه احسن اخلاق، وسنه 81 بجائزه احسن اخلاق، وسنه 82 بجائزه احسن اخلاق. بس رغم الالتحامات وديت كان عن طريق كلية الشرطة رقم واحد، ثم جريدة المساء، ثم أخبار اليوم. ده المفروض كمان الاتحاد المصري يعمل جايزة لجائزة اللاعب النظيف لأفضل مدافع في تاريخ الكرة المصرية، لأن المركز ده تحديدا حجم الالتحامات والضغوط، وبعدين الجيل بتاعكم كنتوا بتلعبوا لعيبة إفريقية ما كانش فيه احتراف، فأنت بتلعب مع فرق أفضل فرق في إفريقيا سواء أشانتي كوتوكو أو أفريكا سبور أو هارس أوف أوك أو حتى في تونس والمغرب، يعني التحامات قويه ومركز حضرتك تحديدا خط الدفاع ده شيء يحسب لك بصراحه. لا وكمان محمد خد بالك، عايز اقول لك ان عشان كوتوكو ده كان فيه 8 من اللعيبه الدوليين بالظبط. كانت الانديه ساعتها هي الاساس المنتخبات الافريقيه. والارت بوكس كان فيه برضك 8 لعيبه دوليين في منتخب غانا. يعني عايز اقول لك ان احنا كمان ونيجيريا والكاميرون وكل اللعيبه كان لسه الاحتراف برضك ما انفتحش بشكل بالظبط زي الايام ديت او العهد ده. فكل الفرق اللي انت كنا بنلعبها كانوا لعيبه دوليين على مستوى، يعني انا لعبت الحمد لله لعبت على يعني كان في نكون وموجود في الكاميرون، كان في ميلا الهداف طبعا منتخب الكاميرون الشهير، يعني كان لي الشرف ان العب عليه، ابيدي بليه غانا بتاع المغرب يا ماهر اسمه ايه اللي هو كريمو باين كريمو في المغرب بالظبط. زرت علاء وهو كرم احمد جير في الجزائر. رب احمد جير في الجزائر. يا خبر ابيض، دول عمالقه كلهم كانوا اللعيبه كلهم محترفين كمان يمكن خارج بجد والله خارج هو ماهر امام ده عملاق عمالقه يا كابتن ماهر فعلا. عمالقه، انا بقول لك عمالقه، يعني احنا في الفترات الاخيره مع كابتن وائل جمعه، يعني حتى لو بنتكلم في الاجيال
كابتن ماهر عايز اقول لك يا محمد كمان لمره يعني انا خدت كمان احسن ظهير ثالث في افريقيا سنه 84 في المباراه الاولى اللي كانت في الجزائر اللي هي كانت في لوس انجلوس اللي علاء قدر المباراه الثانيه يعني 1-1 1-1 هناك ثم 1-0 هنا انا خدت في الفتره ديت 84 جائزه احسن ظهير ثالث في افريقيا. عايزين بس واحد في 2020. شفت انا بقى عايزين بس عشان كده بقول لك عايزين بس خمسه صح قلت لهم عايزين واحد زي ماهر همام واحد بس. امنياتك واحلامك وطموحاتك في 2020 يا كابتن ماهر بالنسبه للمستوى الشخصي او حتى بالنسبه للكره المصريه؟ والله طبعا على المستوى الشخصي طبعا اتمنى الموسم الجديد ان شاء الله ربنا يبارك لنا ان شاء الله واخد بالك بالصحه والعافيه والسلامه يا رب. وبالنسبه طبعا لمصر الحبيبه ان ربنا يا رب ان شاء الله نشوف بلدنا باحسن حال. الكره المصريه نتمنى دائما الحصول على البطوله الافريقيه، حصول على الدوري العام، وان شاء الله وصول منتخب مصر لكاس الامم الافريقيه وكاس العالم ان شاء الله اللي جاي يكون احسن. كابتن ماهر همام نورتنا وشرفتنا.